طيب كلمينا بقى دلوقتي ايه اللي المفروض على البيشنت انتوا بتطلبوا مثلا من العميل ده اتصل قال انا عايز الكورس ده بيقول حالته الصحيه وما الى ذلك. الكورس اللي انت بتتكلمي عنه النهارده تحديدا ده لناس ليهم حالات صحيه معينه زي الضغط والسكر والكوليسترول. انا عندي كذا كورس طبعا لان انا مش بدي البيشنت كله زي بعضه، بيختلف طبعا عن السن، عن السن وزنه وعنده اي امراض ولا لا. تمام. فبيختلف مثلا عندي من سن صغير مثلا 16 17 سنه عن 40 50 سنه او عن سن مثلا صغير زي 20 30 سنه، فده كله بيختلف. كمان الحاله الصحيه لو حد عنده كوليسترول ده ليه كورس معين، ضغط سكر كل واحد ليه كورس معين. تمام. كمان بالنسبه للحمل والرضاعه لو في حد يعني لو هي حامل في كورس امن على الرضاعه تماما. أوكي. بالنسبه للحمل لا، احنا بناخد الكورس وقت الرضاعه، وقت الحمل مش بناخد الكورس. يستحسن ان انا لو انا وزني زياده قبل ما احمل، ان طبعا الوزن اللي بيزيد وقت الحمل. صحيح. فانا اخد الكورس انزل للوزن اللي انا عايزاه. الكورس عندي بينزل في معدل من 15 ل 20 كيلو. كويس. فبالتالي انا انزل الوزن ده وبعد كده ابدا احمل. اوكي. فهكون نزلت الوزن اللي انا محتاجاه وبقى جسمي كويس، يبقى خلاص بقى عندي صحه. اوكي. وابدا احمل وبعد كده الرضاعه عادي، ممكن كمان اخد معاها كورس تبقى امن على الرضاعه. حلو قوي. اوكي. انا معايا صوره بس انا مش عارفه ننزلها قوي. حد برضو خس معايا. تمام. اوكي. لو موجوده تنزل. اوكي هتنزل، هينزلها لنا دلوقتي. اوكي تمام. فانا بالتالي انا دلوقتي كده الكورس بتاعي فيه كل حاجه، مش ناقصه اي حاجه خالص. كورس كله حاجات طبيعيه، بينزلني من 15 ل 20 كيلو مع متابعه الفريق الطبي. بيبقى كل بيشنت ليه دكتور بيتابعه على طول. في متابعه اسبوعيه، المتابعه عندي اهم من ان انا اخد الكورس وبعد كده ما اتكلمش تاني. فهمت. لازم يبقى في متابعه كل اسبوع مع الدكتور بتاعي بحيث ان انا ابقى عارفه هو ماشي ازاي، بينزل بمعدلات قد ايه. كتاب طبيعيه وفي فيتامينز كمان، عندي فيتامين دي عشان خاطر يقوي لي الكتله العضليه بحيث ان كمان معدلات الحرق عندي تعلى. في فيتامين بي 12 عشان البشره والشعر، ما لاقيش نفسي شعري بيقع، في وشي بقى فيه مشاكل بقى بهتين سواد تحت العين، كل ده لا. ليه؟ لان انا كبسولتي باخد الكبسوله بتسد عندي الشهيه، فبالتالي اكلي بيقل. فمحتاجه حاجه تعوض لي الاكل اللي هو قل ده. صحيح. فالكورس بتاعي الكبسولات فيها فيتامينز، والنقط كمان النقط اصلا عباره عن فيتامين اسمه ال كارانتين، ده بيعلي لي معدل الحرق زي ما قلنا. فبالتالي الكورس بتاعي كله فيتامينز والياف وحاجات طبيعيه بتنزلني بشكل صحي وسريع وسليم جدا. كويس قوي. طيب احنا اتفقنا قلنا اللي بتبقى حامل مش هتاخده. بعد بقى ما تبدا خلاص ربنا يكرمها وتولد بالسلامه، بعد ما الطفل يتم 6 شهور. من بعد 6 شهور عادي. حلو قوي. طيب بالنسبه للاطفال بقى، يعني الناس الاطفال، عشان احنا بس عندنا في حته الاطفال دي دايما حتى لما تروحي كده لاي دكتور يقول لك لا ابعدي عنها، ما تقليلوش في اكله ولا وجباته علشان هو لسه في فتره جسمه نموه. بيتبني. ايوه. ما اقدرش ان انا كمان اقلل له الاكل بتاعه، وكمان يعني بيبقى صعب كمان على الطفل ان هو يعمل كده. فالاطفال طبعا ليهم كورس مناسب ليهم، ده مناسب لسنهم. طبعا بيبقى مليان فيتامينز وحديد ومعادن. كويس. اوكي. بينزلوا الوزن اللي هو محتاجه بشكل برده سريع وبسيط جدا، وكمان عشان خاطر طبعا داخلين على المدارس. خلاص دخلنا اوريدي يا مان. الكورس بتاعنا بينزل من 15 ل 20 كيلو، فهينزله وزن كويس وزن جدا. وزن كويس جدا. وانا كمان بتابعه بنفسي كل اسبوع. تمام. وبعدين انا في برضو نقطة مهمة، انا مش محتاجة ان انا استنى الشهر الكامل. هو الكورس بتاعي اصلا يعني حوالي شهر او 5 اسابيع. تمام. فمش محتاجة ان انا استنى الشهر يخلص عشان خاطر اشوف النتيجة. فهمت. انا النتيجة بتاعتي بتبدأ تبان من اول اسبوع، بيبدأ يحس ان في فرق. النتيجة من اول اسبوع. هاتي لبسك القديم اللي انت شلتيه طبعا بعد ما جسمك ملا، انت تاني بعد اول اسبوع هتلاحظي في فرق مريح بقى سنة. يعني بالتالي مع فيتور ما انا هحس من اول اسبوع ان بدا يبقى فيه اختلاف. بالظبط. تمام. ده ايه ده؟ طبعا مع شركه فيتورم جلوبال. بس طبعا لازم نتاكد زي ما قلنا ان الكورس بتاعنا اللي وصل لنا هو اوريجينال من فيتورم جلوبال. تمام. فانا كده مش محتاجه استنى لحد اخر الفتره، بالعكس انا ببدا الاحظ النتيجه من اول اسبوع. فبالتالي طبعا بتشجع اكتر، بيبقى عندي عزيمه اكتر واصرار ان انا اكمل في الكورس. في ناس كتير جدا بتاخد دايت تبدا تمشي عليه ما بتقدرش تكمله، بيجي لها احباط، تيجي في اخر الاسبوع خلاص بقى انا مش قادره اكمل الكورس بتاعي. لا، انا الكورس بتاعي كمان في ماده السيروتونين، دي مضاده للقلق والاكتئاب، بتبقى
بتحس انها مرتاحه، بتنام كويس، مفيش قلق، مفيش خنقه، بتبقى بتاخد الكورس كله حاجات طبيعيه وفي فيتامينز، وبتخس عليه وبتلاحظ النتيجه مع متابعه الدكتور بتاعها طبعا. وده كمان مناسب، يعني انا لما اكون واخده كورس ومعايا دكتور بتابعه وبكلمه في اي وقت انا محتاجه اسال عن حاجه طبعًا. او استفسر عن حاجه بيكون ده مناسب طبعا. ايه حالتي برده النفسيه تمام، مطمنه ومرتاحه ان انا معايا دكتور، اي استفسار في اي وقت بكلمه بيرد عليا على اي سؤال. ما هو التواصل ده مهم، ده مهم قوي يا معين، لانه ساعات في ناس بتغلط اكتر. يبقى مهم. طب اللخبطه في الكورس، لو حد خد مثلا او نسي قرص او نسي ياخد الاعشاب او كذا على مدار اليوم، يبقى حلكم معاه ايه؟ هو بيكلمني. طب يعني هو لو ناسي حاجه معينه، طلعت استخدام حاجه معينه، بيتواصل معايا انا نسيت اخد الكبسوله ازاي، تمام. امتى وقتها، امتى الاعشاب ازاي، فانا طبعا بقول له وتمام احنا هنكمل مع بعض عادي جدا وهنظبط الدنيا مع بعض. هيبدا لا هتاخد الكورس الكبسولات في الوقت الكذا، النقط في الوقت الكذا، والنقط باخدها ازاي. في العاده باخدها 10 نقط على نص كوبايه ميه بشربهم بعد الاكل، طبعا تاكيدا ان الفريق الطبي هو اللي بيحدد لي ازاي اخد الكورس، برده لانها بتختلف من الشخص للتاني طبعا. بالظبط، وكمان حسب الحاله الصحيه. تمام. تعالى يا احمد، تسلم ايديك يا رب. دي كيك الجزر، بصوا بقى انا عملتها في القالب ده. القالب ده طبعا لو موجود بيبقى طالع شكلها حلو قوي، بس احنا حبينا بقى بما اني عملت النسخه في القالب ده فهنعمل. تسلم يا روح قلبي، تسلم يا رب يا معي. كملي حبيبتي، انا معاكي، انا هقطع حته كده وانا جنبك وهناكل اكيد من التورته الحلوه اللي جايبينها لي دي كلنا مع بعض ان شاء الله. بس فانا لما